وزنك زاد اعمل تكميم معده. تكميم المعده بقى في اغلب الاماكن تجاره، اي حد وزنه زياده اول حاجه بتتقال له اعمل تكميم معده، بعتقد الشخص انها الحل النهائي او السحري لزياده الوزن. خلينا نعرف الاول احنا ازاي بنزيد او بنخس. الموضوع كله مرتبط بالسعرات الحراريه، فمثلا لو عندنا الشخص عدد سعرات الثبات بتاعته 2000 سعر حراري، لو دخلنا اقل من 2000 سعر هنخس، لو دخلنا اكتر هنزيد. ده بالظبط اللي بيعمله عمليه تكميم المعده، بيتم استئصال جزء من المعده وده بيجبر العمل العمليه ان ياكل اكل اقل كتير فبيخس. لكن اوعى تعمل العمليه الا في حالات مرضيه معينه زي الناس اللي عندها مشاكل صحيه خطيره ومش قادره تكنترول على الاكل او على الشهيه بتاعتها، وده بيكون خطر على حياتها، ساعتها ده بيكون حل ليها، لكن غير كده ما تعملهاش. طب ليه؟ اول حاجه عمليه تكميم المعده بدات سنه 2000، والابحاث اثبتت ان 40% من اللي عملوا العمليه وزنهم رجع، وبعض الحالات وزنهم زاد اكتر من ما كانت عليه، لان في اعتقاده هياكل الاكل اللي نفسه فيه بدون رقيب لان المعده صغرت. لكن زي ما قلنا السعرات المتحكمه في الزياده او النقص، فهو بياكل اكل غير صحي، كميات قليله لكن غني بالسعرات، فبالتالي برضه هو مجبر بعد العمليه انه يمشي على دايت. تاني حاجه لازم تعرفها انك تفضل تاخد حقن فيتامين بي 12 مدى الحياه، لانك شلت جزء من المعده، الجزء ده بيفرز ماده اسمها انترنسيك فاكتور، والماده دي مسؤوله عن هضم فيتامين بي 12، فانت لما شلت الجزء ده بيتغير قدر على هضم فيتامين بي 12، فانت هتبقى تاخد فيتامين بي 12 حقن مدى الحياه. ثالث حاجه الاعراض الجانبيه الصعبه اللي بتحصل بعد العمليه زي صعوبه بلع الميه والاكل خصوصا في الاسابيع الاولى، والحموضه والارتجاع والترجيع، وبعض الناس هتفضل تاخد دواء لمعدتها مدى الحياه. اخر حاجه حابب اقولها، بلاش تختار الحل السهل، وعيش حياه صحيه واحمد ربنا على نعمه ان جسمك وصحتك ليهم عليك حق. لو عايز تشترك معايا في عرض الثلاث شهور تغير فيهم شكل جسمك وصحتك من دايت وتمرين بس، بعت لي رساله دلوقتي عشان نبدا مع بعض.